أعلنت مصادر محلية يمنية أن صهر زعيم الانقلابيين الحوثيين مهدي المشاط المعين رئيسا لما يسمى المجلس السياسي الأعلى خلفا لصالح الصماد فشل في تخفيف حدة الصراع المتصاعد داخل أجنحة الميليشيات وزاد من حدتها. وكانت أولى قرارات المشاط تعيين 32 عضوا في مجلس الشورى بينهم قيادات بارزة من أجنحة الصراع الداخلي الحوثي. أبرز هؤلاء هو عبد الكريم أمير الدين الحوثي الحاكم الفعلي لصنعاء وعم زعيم الانقلابيين الحوثيين الذي تؤكد مصادر أنه رفض قرار التعيين مشترطا تولي رئاسة مجلس الشورى ونقل صلاحيات البرلمان إليه مع احتفاظه بنفوذه في إدارة السلطة الخفية لميليشيات الحوثي في العاصمة صنعاء. وأوضحت المصادر أن عم زعيم الحوثيين ومعهم محمد علي الحوثي لا زالوا رافضين قرار تعيين المشاط بديلا للصماد.